شيخ الحارة. بتهاجم النادي الأهلي ومجالس إدارته عشان مالكش دور في النادي. مش مصطفى نوس اللي يعمل كده. سخن يا كابتن زي كده، ما انتوا بتسخنوا في الملعب. لا أنا سخنت من أول سؤال. هل صحيح إن خالد الغندور كان السبب في إلغاء برنامجك على قناة المحور؟ انت سخنتيني قوي دلوقتي. مين تبوظ الصفقة بتاعت إسلام عيسى للأهلي؟ مش انت؟ أنا ما أقدرش أقول أنا ولا فلان. مين؟ لا إحنا ما عندناش حد بياخد قرار لوحده. هو أنتوا مين؟ إحنا النادي الأهلي. شوبير ولا شلبي؟ مش كل واحد لعب كرة يبقى محلل. الأهلي مخترق من الزملكاوية؟ أنا كنت هشتغل في قناة الزمالك. المحطة هتتقفل والبرنامج هيتلغي. ضرب نار وخروج الأسرار في شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة في رمضان حصرياً على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.